بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سعد الضبي من قناة المبرمج العربي. في هذا الدرس، في الدرس الثاني في سلسلة كورس لينكو تو اس كيو ال، سوف نتناول مثالا على استعلام اللينك. في الدرس السابق أعزائي المشاهدين تناولنا هيكلية استعلام اللينك، تناولنا هيكلية استعلام اللينك، وقلنا أن استعلام اللينك يتم استخدامه لجلب البيانات من الموارد الموجودة في البرنامج. وقلنا أن الموارد الموجودة في البرنامج ممكن تكون مصفوفة، ممكن تكون داتا جريد، ممكن يكون ليست، أو أي أداة تستخدم لخزن البيانات. هذه نسميها موارد البرنامج التي نخزن فيها البيانات ونجلب منها البيانات. وطبعا نستطيع الاستعلام من موارد البرنامج باستعلام اللينك، أو نستطيع جلب البيانات. يعني هناك طرق عديدة نستطيع منها جلب البيانات، ومن هذه الطرق التي نستطيع منها جلب البيانات من الموارد الموجودة في البرنامج كالمصفوفة والداتا جريد وما إلى ذلك، نستطيع أيضا، إحدى الطرق هي اللينك أو استعلام اللينك. تناولنا في الدرس السابق هيكلية استعلام اللينك. في هذا الدرس سوف نقوم بماذا؟ سوف نقوم بتطبيق مثال بسيط لنتناول فيه كيفية جلب البيانات من مصفوفة بواسطة استعلام اللينك وطباعتها على الشاشة. أوكي، هنا لدينا مصفوفة تحتوي على 4 أسماء: سعد، جمال، محمد، علي. أريد أن أقوم بجلب البيانات من المصفوفة لينك. إذن كما قلنا في الدرس السابق، عندما تريد أن تقوم ببناء استعلام لينك، ينبغي عليك أولا أن تقوم بماذا؟ بتعريف متغير من نوع فار، وعرفنا الفار في الدرس السابق، وقلنا أنه متغير يستخدم للبيانات المجهولة. فار ماي لينك يساوي فروم اس ان نيم، فروم استعلام اللينك يبدأ بكلمة فروم، ثم يليه كائن يتم تخزين البيانات في هذا الكائن بشكل مؤقت، ان نيم. النيم هي المصفوفة، لاحظ فروم اس ان نيم. طبعا كلمة ان او الكلمة المحجوزة ان تقوم بجلب البيانات من الكائن الذي يليها إلى الكائن الذي يسبقها. ومعنى هذا الكلام أننا قمنا بجلب البيانات من المصفوفة وخزناها في الكائن S بشكل مؤقت. بشكل ماذا؟ مؤقت. From S in name يعني جيب البيانات من المصفوفة name، هذه هي المصفوفة name، وخزنها داخل المتغير S. ثم هنا أعطينا شرطا، يعني هو الشرط مش ضروري، احنا فقط أعطينا شرط حتى نتناول استعلام اللينك بشكل متكامل. Where is the contains of S؟ كلمة contains هي عبارة عن شرط الذي يحتوي S، يعني قم بجلب الأسماء فقط التي تحتوي على الحرف S. ونلاحظ أن كل الأسماء لا تحتوي على حرف S ما عدا الاسم سعد، إذا سيقوم فقط بجلب سعد. الآن قلنا له select S، ينتهي استعلام اللينك بالكلمة المحجوزة select S، هذا هو الاس المخزن في البيانات. بمجرد أن كتبنا select S تم تخزين البيانات بعدما قمنا بجلبها ومعالجتها في المتغير S. الآن تم تخزينها في الماي لينك بمجرد أن كتبنا select S، تم تخزينها في الماي لينك. الآن نحن سنتعامل نهائيا في النهاية مع الماي لينك، الاستعلام الذي قمنا بكتابته ومعالجة البيانات سوف يتم تخزينها في الماي لينك. إذن الماي لينك هي سوف تحتوي على كلمة سعد، لأنه قلنا قم بجلب البيانات فقط التي تحتوي على الحرف S، فقام بجلب سعد فقط وخزنها في الماي لينك. نحن الآن نريد أن نطبع البيانات الناتجة من هذا الاستعلام بواسطة الفور إك. سوف نكتب فور إك فار نيم إن ماي لينك، كما قلنا الإن تقوم بجلب البيانات التي من الكائن الذي بعدها إلى الكائن الذي قبلها دائما. الماي لينك هو هذا الذي تم تخزين فيه نتيجة الاستعلام، وهو يحتوي فقط على الاسم سعد حسب الشرط المعطى هنا، تكون تاينس إس، يعني فقط الأسماء التي تحتوي على إس. كونسول دوت رايت لاين، بعد ذلك قمنا بكتابة الكلمة المحجوزة كونسول دوت رايت لاين نيم، وانتهى المثال. سنقوم بتطبيق المثال في السي شارب. طبعا بمجرد فتح السي شارب على الإطار دوت نت، ركز على الإطار دوت نت، طبعا الحزمة لينك متوفرة في الإطار دوت نت. بمجرد أن تفتح السي شارب على الإطار دوت نت سوف تشاهد أن الحزمة مكتوبة ومتوفرة تلقائيا في نفس البرنامج. إذن هنا سوف نقوم بتعريف المصفوفة string name يساوي
سعد علي محمد جمال. طبعا واضح خط احمر لازم لابد ان نقوم بتحريف قوس مفتوح وقوس مغلق مما على اساس يدل انه هذا مصفوف. اذا سوف نكتب جمله الاستعلام. دائما جمله الاستعلام يتم تخزينها في متغير من نوع فار سوف نسميه my link يساوي from s from s n n يعني n من فين نجيب البيانات؟ بعد كلمة n نقوم بكتابة المورد الذي نريد أن نقوم بجلب البيانات منه وهو اسم المصفوفة name. اوكي ننزل سطر جديد ثم نكتب الشرط كما تناولنا في المثال where s. ليش قلنا الاس؟ لأنه خلاص تم تخزين البيانات بيانات المصفوفة داخل المتغير ماذا؟ s. طبعا الاس هذا أو الكائن هذا الذي يأتي بعد كلمة from هو متغير مؤقت where s dot contine الذي يحتوي فقط على الحرف s select s ثم فاصلة منقوطة. وبهذا الشكل نكون قد انتهينا من بناء جملة استعلام اللينك بكل سهولة. الآن نأتي لطباعة البيانات for x var مثلا نعطيه أي اسم var مثلا n n أو s أو أي شيء var var data n n ماذا؟ من أين نريد أن نجلب البيانات الآن؟ نجلبها من الماي لينك لأن نتيجة الاستعلام تم تخزينها في المتغير ماي لينك. الآن سوف نقوم بطباعة البيانات console.writeLine D هنا سوف نقوم بكتابة console.readKey حتى تقف الشاشة فقط حتى تقف الشاشة السوداء أو شاشة الإخراج. الآن نقوم بالتنفيذ أعزائي المشاهدين. تأخر قليلا. كما تلاحظون تم طباعة فقط الكلمة سعد من المصفوفة. نكتفي بهذا القدر أعزائي المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في الدرس القادم. نتمنى